الدليل المحاسبي بتاعه عامل ازاي؟ الشركه الدليل بتاعها عامل ازاي؟ شجره الحسابات بتاعتها عامله ازاي؟ فهو ده اللي هيخليني احط ايدي على نقطه قوه الله في الطاعه. مشكله حضرتك ولا لا؟ ده مشكلة. ده مشكلة. الدوره المسنديه. الدوره المسنديه شيء مش معقد بس لازم يبقى شيء مدروس عشان تبقى نقاط القوه ونقاط الضعف بالنسبه لي. لازم تبقى محكومه. يعني ايه دوره مسنديه؟ ما بتعملش شيء عبثي. اسم صرف واسم الارض وبتاع ولا لا. انا عايز دوره مسنديه يبقى فيها نقاط رقابه جاده. ونقاط المطابقه جاده. ابقى محتاج ان انا يبقى عندي دوره محاسبيه جاده في الشركه. هو ده لما بدخل اي شركه هو ده اللي انا بعمله. لازم ابص على الحاجات دي الاول قبل ما اشتغل قبل ما اعمل اي حاجه. يعني ده اي بي اللي هي الكيس ستادي لما بعمل دراسه حاله في الشركه. طبعا حضرتك المستشارين انا طبعا سعيد ان انا بقول لحضرتك الكلام ده. انا عارف ان انتوا تعلموه تماما اكثر مني. لكن هو وزائر مش اكثر مني تمام؟ ايوه. انا عايز اول يمكن الوحده الاولى اللي احنا هنشتغله اللي هي التخطيط. كلمه التخطيط كلمه كبيره قوي. كلمه كبيره. وان كنا كلنا في حياتنا الشخصيه بنستعمل مشتري التخطيط. حضرتك عشان تنزل تعمل عمره محتاج الخطه. يعني حضرتك عشان تنزل عمره محتاج الخطه. علشان نتجوز بنت ولا لا محتاجين خطه. مش عم خطه ان احنا نجيب عريس لا مش الموضوع. لا احنا محتاجين خطه عشان نتجوزها. لكن كل ده بالنسبه لنا كل حياتنا مليانه بالخطه. الخطه يعني ايه كلمه خطه؟ يعني انا بشوف الماضي بدرس الماضي قوي علشان اعرف اتنبأ بالمستقبل واخطط. يعني لولا تجاربنا انا ما اعرفش اعمل تخطيط للي جاي. يبقى ما ينفعش ان انا ابقى راجل بالي داخل على شركه واقول انا عايز اخطط من غير ما ابص للخمس سنين اللي فاتوا. هجيب منين؟ ما هو مش وحي يوحى ولا ايه يا جماعه؟ يعني انا علشان اخطط لازم اشوف الهيستوري التاريخ بتاعي كله علشان اقدر اخطط للمستقبل. مش كده يا استاذ علي؟ من غير تجاربي السابقه التخطيط كله هيبقى تصحيح. فانا عايز طب تخطيط طبعا في الاداره الماليه. هو جزء من ده. تخطيط الاداره ده واسلوب علمي معقد. ده مش معقد قوي يعني هو مش اللي احنا هنشتغله مع بعض. يبقى مش معقد قوي بس اسلوب علمي مليء بالتفاصيل. اسلوب علمي مليء بالتفاصيل. انا التخطيط المالي بالنسبه لي كله انا هجيب الاموال بتاعتي